تمتلك تاريخاً سياحياً عريقاً. لماذا توصف فلسطين بمهد السياحة في التاريخ؟ قبل النكبة عام 1948 كانت فلسطين تمتلك تاريخاً سياحياً عريقاً، فهي تعد المنطقة السياحية الأولى في التاريخ والتي جذبت السياح والحجاج والزائرين منذ أقدم العصور حسب بعض المؤرخين، باعتبارها أرضاً مباركة تحتضن مقدسات للديانات السماوية الثلاث مثل المسجد الأقصى وكنيسة المهد وغيرها من المعالم الدينية، ما جعلها مهوى أفئدة المؤمنين. الرحلات السياحية إلى فلسطين كان يروج لها في الصحف العربية قديماً، فأحد الإعلانات نشر بعنوان 12 ساعة راحة واطمئنان، وهو عن رحلة سياحية بالحافلة من القاهرة إلى القدس ويافا عام 1939 بتكلفة جنيهين و75 قرشاً مصرياً.